شهد انفجار وغضب كبير من الإعلام التونسي بعد الظلم الكبير الذي تعرض له رياض محرز واستبعاده من جائزة أفضل لاعب إفريقي التي سرقت منه بطريقة تعسفية، كذلك عدم اختياره ضمن تشكيلة المثالية لأفضل منتخب إفريقي. لنشاهد. لا لا، محرز ما اسمه الأولاني محرز يكون، مش معقول يا كابتن، مش انا معناها اي انسان هو اللي يستحق اللقب. شكون؟ لقب افضل لاعب في افريقيا محرز. نعم يستحق افضل لاعب. بلبون ايش منه كابتن توتي؟ محرز تري بلاي ستوريك، 15 بيوت 3 اسيست 47 ماتش، عنده شامبيونز ليغ، كوب دونجلتير، شامبيونا 11 ماتش سون ديفيت افيك ليكيب الجيري. ما فهمتوش قرار استبعاد محرز؟ لا 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 مستحيل. لا لا محرز ما اسمه الاولاني محرز يكون، مش معقول يا كابتن، مش انا معناها اي انسان هو اللي يستحق اللقب. شكون؟ لقب افضل لاعب في افريقيا محرز. نعم يستحق افضل لاعب. قبل بون رتب لي كابتن محرز بونو قبل قبل محرز وسيمان بونو. لا لا, لا محرز يا كابتن يكون بونو وسيمان. ايش لعب بربي؟ ايش لعب يوسيمان؟ هز بطولة ايطاليا. ايش لعب؟ ايش لعب المركز 26 بونتو بور 32 ماتش، هذيك هي الحكايه. هز افري 33 هزو تيتر بعد مارادونا، هزو تيتر تاع شامبيونا. انا نقول لك الاخر عنده تريبلي هيستوريك وكيب ناسيونال وكذا وكذا، وكان هكا الدقيقه تاع الكاميرون راه شارك كوب دي موند. الحياه ذا الكل يا كابتن فالور انترانسيك اوسيمان سكوديتو في لا 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 يا معلم. شو مش عاطفه تاعك انت؟ لا مش عاطفه كابتن. لا مش عاطفه، مش عاطفه. الاختيار استحقاق في مش عاطفه. محرز يستحق لو بالون دور بوان اناليني قال محمد عبد الوهاب ما غير ليه. موافقوا؟ موافقوا انه محرز قبل اوسيمان في الترتيب؟ حكينا فيه الموضوع. شو كل واحد كل واحد ورايه. ساعات كي توصل النجم تعطي راي مخالف. لا مش نعدي. لا مش نقول لك ساعات كي توصل يقبل راهو كابتن الراي والراي الاخر. خرق العادي. امين. ساعات عنده راي مخالف. ساعات كي توصل البيرفكسيون وقتها في لي ديتاي الاخرانيين راهو كل واحد ورايه. اما ما يكونش موجود في الثلاثه وما يكونش موجود في ليكيبتي في ال11 راهو معناها فما مؤامره تحاك ضد ضد محرز. هو ديجا تم مقاطعه الحفل من الطرف الجزائري. وليد سادي رئيس الاتحاد الجزائري كرة القدم قاطع الحفل. تحكي كلام انه عبد الحق بن شيخة ايضا قاطع الحفل، لكن عبد الحق بن شيخة في تصريحات للهدف قال ما استدعونيش، كنت مع سيمبا في مراكش لمدة 5 أيام ولم يطلب مني الحضور، وحتى قال لوجهت لي الدعوة، قال أنا ما نمشيش لأني متضامن مع رياض محرز مع بلعيد واتحاد العاصمة. قال هل يعقل أن أحضر فريقي السابق اللي توجت معه بزوز ألقاب قارين مقصى من القائمة النهائية؟ قال عنا ثوابت احنا منزوله ومنحوله. هك قال ايش قال عبد الحق بن شيخة حول عدم دعوته، معناه في الاخر لم تتم دعوه عبد الحق بن شيخة. شو وريك ما نصورش انا كان فما عبد الحق بن شيخة في القائمه النهائيه لافضل مدرب. صحيح. ما نصورش انا كان محمد صلاح وحكيمي لم تتدعوهمش. مش يوريك لي فما سوء نيه. فما سوء نيه برشا وفما بجلوا بجلوا ملاعبي على ملاعبي باش ما تدخلش في امور واحد. بجلوا ملاعبي نتاعهم هما على ملاعبي اخرين. داكوردو اللاعبين معناها متالقين في ما نجموش نقولوا ليه، ولكن وقت تجي سمح لي تجي على المركز الاول في افريقيا فهو محمد شو اسمه محرز رياض محرز هو رقم واحد في افريقيا. امين فما حاجه معناها ما فهمتهاش في الكاف ووردز هذه برشا حاجه في البالون دور. في البالون دور فما دو فوت بو فوت دو بوبليك وفد لا 3 دي كابيتان ودي زونترينور ويهبطوا لك معناها شكون فوت بليك كابيتان اونترينور. اي ظهر لي صحافي زاد صحافي من كل بلاد ظهر لي في البالون دور. صحافي مش ببليك صحافي. اي صحافي صحافي اونترينور وكابيتان. علاش الكاف ما توليش تعمل هكاك وتحط لك الكريتير بكل شفافيه؟ بكل شفافيه شكون اختار شكون؟ خاطر في البالون دور فرانس فوتبول نشوف فما سكور ونعرفوا التوانسه شكون فوتيو. هذول اللي فما يو في الامم المتحده تشوف على ريزوليسيون تاع الاونو شكون معاه وشكون ضد يحطوا لنا شكون اختار شكون. الشفافيه هو ما اختاروا غير موجوده. من يختار من كابتن؟ من يختار من الكاف.